استاذ اتشكر استاذ اتشكر راح فين يعني؟ لا سلام ولا كلام ولا كاني ولا بوابه من غير بوابه زي. اهلا يا قبرص، انا كنت وعدتك ان انا اقبضك الجمعيه النهارده صح؟ حصل. طب للاسف بقى عندي لك خبر وحش قوي، الجمعيه اتفركشت. لا حصل خير، فين ال 20 جنيه اللي اديتها لك؟ ما انا هديهم لك طبعا، بس معيش فكه النهارده. ليه؟ معاك ميات خمسينات نفك لك. لا الحقيقه انا معايا ورقه ب 27 جنيه. 27 جنيه؟ ليه؟ شايفاني مختوم على قفايا ولا مختوم؟ في ورقه ب 27 جنيه. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا قبرص؟ انت مش عرفك انت؟ انا بقول لك عمل ورقه ب 27 جنيه بقى لها 3 ساعات بس. بجد يا استاذه تشكر في ورقه ب 27 جنيه؟ ايوه يا قبرص انا ههزر معاك، دي معايا حتى تاخدها؟ ايوه خدها. طب هات ال 7 جنيه الاول. الحاج حاج انت وصلك مني 20 جنيه وادي 7 جنيه يبقى 27 جنيه، فين الورقه الجديده ب 27 جنيه؟ ورقه جديده ب 27 جنيه؟ انت اتجننت ولا ايه يا قبرص؟ في ورقه 27 جنيه؟ انت ايه اللي جرالك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. اهدى يعني ضحكت عليا؟ والله لو اقول للاستاذ مبروك واقول للاستاذ وهيب حضرت الناظر. مالك يا قبرص؟ استاذه تشكر خدت مني 27 جنيه علشان تجيب لي ورقه جديده ب 27 جنيه، خدت الفلوس ودريا. تشكر تاني انت ما حرمتش. قلبي الطيب. خلاص ما تزعلش نفسك، انت قلت لي خدت منك كام؟ 27 جنيه، جنيه انت حضنيه. طب تديني كام واجيبهم لك؟ انا اديك عيوني يا استاذ مبروك بس اعمل معروف ردعهم لي. طب هات 40 جنيه وانا ارجع لك ال 27. عينيا الاثنين، ادي 40 جنيه بس رجع لي ال 27 بتوعي. خليك معايا لحظه. انا معاك اهو. خد ال 27 اهو. يا سلام، ابن حلال، ابن حلال وحقاني. ربنا يخليك لينا. يا سلام. انت الحمد لله هتفضل معانا كتير. لا قاعد قاعد معايا. الحمد لله. يا سلام، الراضي اللي فلفته واحد عمل كده رد على فلوس. الحق حقي يا ناس والله. يا سلام عليك ابن حلال مصفي 27 جنيه فلفته واحد.